رحنا الوقت من شمر طيبه شمر احنا شمر احنا يا هول ما عرفنا شمر احنا شمر احنا نعم. تعرفنا بطيب كل اهل البريه والله نعم تسلم عليك جمال البيتش مو لوحه شهد فن جمال البيتش مو لوحه شهد فن سحرني وتهت بعيونك شهد فن شهد فن الشعر ما يوصل لوصفك ولا حتى الحروف الأبجدية الله الله نحل شفافك ارشف من شهدنا وصدقنا وما نكذب من شهدنا أفك صدر تلقى من شهدنا فشق وسهام طبن فيت بي الله الله, الله. صح لسانك حطيت سري بوسط قلبك أمس حطيت ومثل جنح الحمام عليك حطيت على بالي ولا هالأمر حطيت بخمس أيام حبك لعب فيي الله عليك مثل رقة جمالك ما شهدنا مثل رقة جمالك ما شهدنا ووسط النار شوقك ما شهدنا على بيع المودة ما شهدنا بقى نحبكم للمنية الله الله على الرامي من فجر الله شهديك يا عاهي على ظلمي من فجر الله شهد ديك يا عوعو تعد دلالي شهد ديك جيت وطحت بجفوفي شهد ديك انا مسودة نوري شيفك كده صح لسانك شكرا يا اخ طارق وايضا اخ حاتم شكرا لك قبل الختام طارق كلمة اخيرة لان المخرج بدأ أنا أشكرك وأشكر قناة الفيحاء على هاي الاستضافة الجميلة وأوجه تحياتي إلى كل المشاهدين ويعذرونا يعني أنا ما قدرنا نوجه تحايا لأي إنسان لأن شافوا الحلقة شلون صارت شكرا لك يا طارق أكيد المبدع حاتم التكريتي كلمة أخيرة والله أنا الإطراءات اللي ظهرت في بداية الحلقة من الاتصالات زملائي كلهم قيس المالكي اللي حقيقة من الروح مهرجانات هو حلاوة المهرجانات وفي الفكاهات فأشكرهم جدا وكل شعراء العراق تحياتي لهم جميعا أكيد يسمعوك إن شاء الله وطولنا كثير بما أنه أنت إعلامي وشاعر وصحفي ما اعطيتني مجال بالحكي فأعوف الختام عليك وأني أطلع منها شنو رأيك؟ يعني أنا أختم؟ أنت تختم أنت صير شهد بس مو تقلبني يلا الجو إلك وإحنا نطلع من الموضوع أعزائي المشاهدين وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي حاتم أكرم التكريتي وضيفنا الشاعر المبدع طارق العيطو التكريتي وتقبلوا تحيات المبدعة شهد الشمري وانتظرونا الأسبوع القادم ومع السلامة.